هذه بوجهك جزاك خير. ومعنا خالد خبراني مسؤول العلاقات العامة في هيئة الأشخاص ذوي العلاقة للإعاقة. حياك الله أبو عبد الرحمن. ودنا تعرفنا بهال الهيئة هذه. في البداية تقدم جزيل الشكر والتقدير لشبكة المجد ولكم جميعا في الأجاويد على حرصكم الدائم والداعم للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم. جزاك الله خير. الهيئة هي أحد قطاعات الدولة المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تأسست في عام 2018 بهدف تمكين أشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات، إلى جانب توعية المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في الاندماج والتمكين داخل المجتمع. أحد أهم المبادرات اللي عملت عليها الهيئة منذ تأسيسها هو العمل على توحيد مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعاً إحنا كان في تحدي كبير جداً في الإحصاء، تحدي كبير جداً في معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الوزارات والقطاعات الأخرى. كان هناك تشتت كبير في المسميات، مثلاً وزارة الصحة تسميهم، وزارة التعليم لها اسم معين، وزارة الموارد البشرية لها اسم معين للأشخاص ذوي الإعاقة، كذا كل الوزارات المعنية. فمنهم من يقول لهم ذوي احتياجات خاصة، ومنهم من يقول لهم ذوي همم، ومنهم من يقول لهم أصحاب قدرات فائقة. فصدر التوجيه الملكي الكريم بتسمية الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام والخطابات الرسمية عشان نربط ونضبط العملية في معرفة احتياجات ذوي الإعاقة أولا، وكذلك تسميتهم الاسم الصحيح اللي صادقت عليه المملكة في الأمم المتحدة، وكذلك لمعرفة الشخص نفسه كشخص ذوي إعاقة. والأشخاص ذوي الإعاقة ما يزعلون إذا قلت لهم أنت شخص ذوي إعاقة، بالعكس يزعل إذا أحد قال له أنت من ذوي الهمم، أنت همتك عالية، أنت مبدع وكذا. كذلك عملنا اليوم، واليوم السبت 29 يوليو للعام الثالث على التوالي، على مبادرة السبت البنفسجي، وهو الهدف منه خلق تفاعل اجتماعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع. عشان كذا يكون في هذا اليوم في عروض وتخفيضات ومزايا مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الشركات وكذلك من مختلف القطاعات. في هاشتاق السبت البنفسجي اليوم كل الشركات تفاعلت، كل القطاعات تفاعلت. صراحة من هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر نيابة عن زملائي في الهيئة لكل القطاعات المشاركة معنا من القطاع الحكومي، وكذلك شركائنا من القطاع الخاص والشركات والقطاعات الأخرى، وكذلك القطاع غير الربحي. الهيئة كذلك عملت على العديد من البرامج التوعوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مثل برامج إضاءة وبرامج التوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المواد التوعوية الخاصة بحساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال إمكانية الوصول إلى كل المرافق، حيث تعاونت الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق. أولها كان بوجود المنزلقات في المحلات التجارية، وآخرها الآن في إمكانية الوصول الشامل لكل المرافق. كذلك عملت الهيئة على برنامج أخير، وهو البرنامج اللي صراحة يعني سيمكن الأشخاص ذوي الإعاقة العزاب من الاستفادة من برامج الدعم السكني دون شرط الزواج، وهذا يأتي امتداد لجهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذه الجهود. والحديث بقية. صراحة أنا مرة فرحان اليوم إن في جمعيات مشاركة في البرنامج الأجاويد مثل جمعية رفاق بحائل، والجمعية دائما نسمع عنها كثيرا، وأنا كمهتم على الصعيد الشخصي بالقطاع غير الربحي أرى أنه لها مستقبل كبير جدا في رعاية الأيتام وتمكين الأشخاص الأيتام، ومنهم أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. الله يعطيك العافية ويجزاك خير أبو عبد الرحمن. أنت بيّنت لنا وش اللي يعني تقوم فيه هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا نقطة من بحر يعني اللي تقوم به الدولة أيدها الله في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ودعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدائم والداعم للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي، وكذلك جهود مبذولة كبيرة جدا من سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الحيدري وزملائي وزميلاتي في الهيئة، اللي هدفنا لكل واحد فينا في الهيئة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يصلون إلى مجتمع شامل موائم معزز الاندماج من العاطفة إلى الحقوق المشروعة لهم.
عسى الله يعز دولتنا ولا يعز عليها ويطول بعمر ملكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أميرنا الغالي أمير الشباب محمد بن سلمان. واللهم لك الحمد على هالنعمة، والله أنهم نعمة لنا من رب العالمين نحمد الله عليها. اللهم لك الحمد وعسى الله يديم عزهم ويعزهم ولا يعز عليهم يا رب العالمين.